من أفضل وأحب الأعمال إلى الله جل وعلا، والتي بها يضمن الإنسان له بيتا في جنة عرضها السماوات والأرض، أن يبني الإنسان في هذه الدنيا بيتا لله عز وجل. والجزاء من جنس العمل، من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هنيئا لمن جمع له مالا ووفر من مصروفه شيئا وادخر له جزءا من المال ينوي به أن يبني مسجدا لله جل وعلا. من بنى مسجدا لله ليس فقط يحصل على بيت في الجنة، بل كل ما في هذا المسجد من صلاة وسجود وركوع وقراءة قرآن وذكر ودعاء وعبادة فهو في ميزان حسناته يوم يلقى الله عز وجل. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا، لو كعش حمامة أو طير، وهل هناك مسجد بهذا الحجم؟ طبعا لا يوجد. قال بعض أهل العلم لو اشترك العديدون في بناء مسجد واحد وكان نصيب كل واحد منهم كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. في هذه الدنيا يتعب الإنسان عشرات السنين يجمع أموالا ليبني له بيتا قد يسكنه وقد لا يسكنه، قد يقضي فيه سنوات قليلة بين هم وغم ثم يلقى الله عز وجل ويتركه. كل هذا التعب لبيت في الدنيا، كيف لبيت في جنة عرضها السماوات والأرض لا نصب فيه ولا وصب. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجمعين. وبعد، فإننا في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى نجتمع لنؤدي شعيرة من شعائر الله تعالى أولا، ولنحتفل بافتتاح مشروع كبير مبارك طيب إن شاء الله تعالى، وهو افتتاح مركز آل غريمان. الأفاضل الكرام الطيبين جزاهم الله خيرا، اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وأصلح أبناءهم، اللهم اجعل ذرية بعضها من بعض، اللهم تقبل عملهم واغفر ذنبهم وبارك لهم في أرزاقهم، اللهم اهدهم صراطا مستقيما وافتح لهم فتحا مبينا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم انصر بهم الإسلام والسنة وثبتهم على الإيمان والملة وأحسن لهم الخاتمة. اللهم يا رب العالمين أحسن لهم الخاتمة واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اصرف عنهم بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم آتهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقهم عذاب النار. آل غريمان سابقون بالفضل بما في أيديهم من فضل الله الذي آتاهم، سباقون إلى الخير فجزاهم الله خيرا. آل غريبان اللهم كما جمعتهم في هذه الخير فاجمعهم في الجنة، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وحمرك أنا ومقعدك وهذا فرحد وين ما أنتي إنه ينافر ما مركز كان أي إنه قد يقين أما خرج كيسا يبحيين ورضي الله إلى أهل قريبان شرفت بدن دغد بدن إلهي سبحانه وتعالى ميزان كحسنات كود أو درو نمعظن كالي إنو ديراتك محتك إيا مساجدك كنا بحاجة إلى مسجد الجامع وكنا بحاجة ماسة إلى مدرسة كبيرة يدرس فيها أبناؤنا ونحمد الله أن وفر لنا هذه الخدمة ونشكر إخواننا الذين تبرعوا لنا بهذا المشروع فجزاهم الله خير الجزاء وبارك الله فيهم. وعن شاء يوم وقت نسال الله لنا صغير الحمد لله الذي حقق لنا أمنية كانت تراودنا من سنين وقد تحقق الأمل واكتمل البناء بفضل الله وتوفيقه ثم بجهود آل غريبان الكرام حفظهم الله ورعاهم. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. نحن نشكر الله تعالى الذي من علينا نعمه ظاهرة وباطنة ثم نشكر بعد ذلك المحسن الذي بنى بيتا لله واحتصب. بسم الله الرحمن الرحيم. مساجد كان هي مركز كان قرآن كي واحد عمل المناسبة حافظ مساجد كي هي أكو يراعين هي مدارس كوا أكو يراعين أبي وفرعسيين بيجانكو شوف عن مركز كان هذه البرارن بروح لبضن له هي مساجد كان شامع هذه الفرعسيين الإله سبحانه وتعالى أنا وما هذا مني يعني الإله سبحانه وتعالى اللي بيوصي كرية ده واحد كده منا إن شاء الله وتعالى مركز فرح هذا أنا كوبي كريم أيام لو فرح سيء هاي عدي السينا وما هذا علينا عدي أن الله مسلا خلف قيم قاضتنا هذه دوم حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله رب العالمين نشكر لآل غريمان لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله على هذا المركز الطيب يتكون بمسجد ومدارس تعليمية الناشئة لأهل التوحيد. أسأل الله سبحانه وتعالى لآل غريمان أن يجعلهم في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضاهم ويرحم موتاهم. الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ميزان حسناتهم
صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.